للحديث عن ملف النازحين وإعطاء السلطات الحكومية أرقاما مغايرة عن أعدادهم، معنا من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. مرحبا بكم أستاذ علي معنا. إذا حياكم الله. وزارة الهجرة والمهجرين يعني تتحدث عن عدد 36 ألف نازح في العراق فقط، ما دقة هذه التصريحات الحكومية ونحن نعلم عن وجود مئات الآلاف في العراق للنازحين؟ الحقيقة هذه يعني هذا التصريح شكل صدمة وإهانة لمشاعر يعني مئات الآلاف بل أكثر من مليون ونصف مليون عراقي الآن يعانون معاناة رهيبة بسبب النزوح. هذا يبين أنه هذه الحكومة يعني في وادي والشعب العراقي والواقع في وادي آخر. هذه جريمة يا أخي، يعني يراد منها تميع قضية النازحين. إحنا إذا أخذنا النازحين الآن ما بعد ما عرف بأحداث داعش، يعني هذا العدد وحده يصل إلى 1,600,000، يعني 600,000 إلى 750,000 موجودين في كردستان، ومليون موجودين بالمناطق الأخرى. وإذا أخذنا الأمر منذ عام 2003 وشمل عدد المحافظات، فهناك يعني كوارث من البصرة بحدود 20 إلى 25% من عدد نفوس البصرة الأصلي نازحين وهجروا. يعني أكو مناطق لا تخطر على بال. هل تعلم أن منطقة حواشة في محافظة ميسان يعني أكثر من 1,200 إلى 1,400 عائلة نزحت منها بعد 2003؟ يعني إحنا لا نتحدث فقط عن منطقة العويسات، وحين نتحدث عن منطقة العويسات نحن نتحدث عن ضفة الأخرى من نهر الفرات اللي تمتد من جسر الخضر إلى منطقة الحبانية. هذه كلها مهجرة تسمى منطقة العويسات. منطقة مكحول هي ليست مكحول، هي قرى سلسلة جبال حمرين اللي تمتد تشمل مكحول، تبدأ من ديالة وتنتهي في أقصى محافظة الموصل بين الموصل وصلاح الدين. هذه أكثر من 800 قرية تم تهجيرها على أيدي الميليشيات، وفي الآونة الأخيرة اخترعوا لها مسمى جديد، أن هذا فد مسمى يعني يعود الخرافات والخزعبلات، سموه طريق السبايا أو ما يسمى، يعني يصل إلى سنجار. هذا هذا الطريق. نحن أمام كارثة يعني أستاذ علي، أنت الآن ذكرت حتى مناطق غير ربما متداولة في الإعلام كثيرا، مثل حواشة في ميسان وحتى في البصرة مناطق كثيرة. يعني مشكلة كبيرة هناك، من أجل ذلك حتى انتقادات، لننتقل مثلا إلى محافظة نينوى، انتقادات وجهها مجلس المحافظة لوزارة الهجرة. يعني إلى أي مدى يمكن التأكيد بأن بوجود هذه الفجوة والإخفاق في العمل بين المؤسسات الحكومية، وما تأثير ذلك على ملف النازحين؟ سيدي الكريم، الوضع في العراق الآن، هناك حكومة موجودة على ورق توقع اتفاقات وتصدر قرارات وتعد إحصائيات على الورق، لكن الواقع هو بيد الميليشيات والأحزاب وميليشياتها. هذا يعني أكو تخادم، أنت تقول ما تريد ونحن نفعل على الأرض ما نريد. يعني إحنا إذا جينا فقط المحافظة نينوى، محافظة نينوى ومحيطها، فقط حزب العمال الكردستاني البككة الآن مستولي على أكثر من 230 قرية من ضمن 600 قرية، فقط حزب العمال الكردستاني عدا الميليشيات. وهذه ميليشيا محظورة يعني إرهابية، وهذا ميليشيا ليست محظورة وإنما مصنفة إرهابية. إرهابية. أنا أعتقد بأن هذا التقرير وهذه الإحصائيات هذا عمل خطير يراد منه تميع هذه القضية. مسألة النازحين والمهجرين قصرا في العراق تحتاج إلى لجنة دولية، لجنة حيادية حقيقية تبحث وضعهم. أما هذا الكلام عن 35,000 و36,000 هذه الميليشيا تحصيها وهذا يقول كذلك، هذا أمر مختلف. هاي معاناة ناس يا أخي،
تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وتركوا مناطقهم وتركوا يعني حياتهم وطفولتهم ودعوها يعني بليلة ظلماء على أيدي الميليشيات. ونتيجة الظروف حتى اللي تهجر بسبب داعش هو ليس هو السبب، السبب فشل الحكومة اللي سلمت ثلثي العراق إلى منظمة إرهابية خلال ثلث ساعة. نعم. هذا لا يتحمل المواطن. نعم. يعني أمام هذه السياسات الحكومية التي تتحدث عن إنهاء هذا الملف، ملف نزوح وجود وزارة الهجرة والمهجرين، ماذا أيضا عن ملفات أخرى مرتبطة؟ كيف سوف تفكر الحكومة مثلا بحق العودة لهذه المناطق التي نزح منها سكانها الأصليون ثم إعادة إعمار تلك المناطق أيضا؟ هذا ملف مهم مرتبط أيضا به. يا سيدي، مسألة النزوح وإعادة إعمار المناطق هذه يعني قضية تشمل أكثر من 4 إلى 5 وزارات يفترض تشترك بها، لكن الآن يتم حصر هذا الملف بيد وزارة معروفة، وهذه الوزارة معروف الميليشيا التي الميليشيات التي تسيطر عليها وتسوق لبقية الميليشيات. هم حين يقولون هذا العدد يريدون تمييع هذه القضية واستيلاء على أراضي ومناطق وقرى، ويبقى الحال على ما هو عليه بحجة أو بقصد التغيير الديموغرافي. هذا هو القصد، هذا يعني هذه الإحصائية وقعها على النازحين أشد، يعني أشد ضررا من وقع النزوح. يعني أنت تنكر وجود أكثر من 1,600,000 عراقي هجروا ما بعد 2014، ومثلهم هذا العدد وأكثر هجروا من 2003. هذه جريمة يا أخي. مناطق محيط بغداد فيها مهجرين، منطقة ديالة لا ينحصر التهجير بالمقدادية، روح على قرى بهرز، هذا الخط قرى بهرز بحدود 15 قرية، وترجع على منطقة الإمام إبراهيم الأدهم وغيرها، وهاي المناطق هاي كلها مهجرة. يعني هذه الإحصائية الحكومية، أين الأمم المتحدة مثلا من هذا الإعلان؟ وهي ليس من المفترض أن يكون لها يعني لجان تابعة تتابع عملية النزوح الأمم المتحدة داخل العراق؟ أين الأمم المتحدة من هذا الإعلان إذن؟ المشكلة يا سيدي أن برنامج الأمم المتحدة أتى لمساعدة الشعب العراقي. نعم. لكن للأسف برنامج الأمم المتحدة انحرف عن عمل الأساسي وبدأ يعمل لمساعدة الحكومة العراقية. الحكومة العراقية يفترض عندها أدواتها ووسائلها، لا تحتاج إلى مساعدة، والحكومة العراقية تغذي المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بمعلومات كاذبة وخاطئة تخدم أجندات أحزاب وميليشيات من أجل التغيير الديموغرافي. نعم. أخيراً إذن، ما المطلوب حالياً برأيكم لتفعيل هذا الملف لحله دولياً مثلاً؟ أولاً مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق، وهذا فعلناه إحنا وطلبنا من عدة منظمات أن تفعله. ثانياً على الجهات والأحزاب التي والنواب وغيرهم الذي يدعون تمثيل هؤلاء الناس، عليهم أيضاً أن يتحركوا على الأمم المتحدة، أن يصدروا بيان، أن يطالبوا مجلس الوزراء بتشكيل لجنة. أما نحن بدورنا فنفاتح المنظمات الدولية ونحاول أن نقول لهم بأن هذه المعلومات اللي جاي تستلمونها من الوزارات والحكومة العراقية هذه معلومات مضللة وخاطئة، والقصد منها إضرار الملايين من الناس وإبقاء حالهم نازحين وبقصد التغيير الديموغرافي. إذن من برلين، الناشط الحقوقي أستاذ علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.